كما كانت الجمعية الشرعية هي الأقدم من ناحية التأسيس، فإنها ظلت حتى الآن الأكثر انتشاراً من حيث عدد المساجد والمعاهد والمدارس والرقعة الجغرافية التي تغطيها في محافظات مصر، كما أنها الأكثر تمويلاً. لو إحنا حبينا نقول مين هي أكبر الجمعيات من حيث العدد ومن حيث النشاط الاجتماعي ومن حيث الموارد المالية، يبقى هي الجمعية الشرعية هي أكبر عدداً، لأن فروعها بتوصل ل 500 فرع، عدد مساجدها تتجاوز 6000 مسجد، وموارد المالية تصل إلى نصف مليار جنيه في السنة.